أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تي في. حلقة اليوم عن الكتب الممنوعة وعن قصة رواية منعت لأزيد من 30 عاما ولا تزال، من خلال 3 حكايات. الحكاية الأولى حكاية الطفولة والثورة المغدورة. تنحدر الكاتبة مارجان سترابي من العاصمة طهران، وهي من مواليد 1969، وتنتمي إلى عائلة ذات طبيعة تقدمية. أرسلتها عائلتها للدراسة في مدارس البعثة الفرنسية، لكن حينما نجحت الثورة في إيران عام 1979 ألغت السلطات الإيرانية المدارس ذات اللغات الثنائية. كانت عائلتها متعاطفة مع الثورة والتي شددت على قيود الحريات الفردية والقمع وفرض الحجاب واندلاع الحرب العراقية الإيرانية، وهي وسائل استخدمها نظام الخميني لتوطيد سلطته وأحكام القبضة على الجميع. في عام 1984 يقرر والدها إرسالها إلى فيينا بالنمسا حتى تتمكن من استكمال تعليمها، وبعد الحصول على البكالوريا تعود مجددا إلى إيران لدراسة الفنون الجميلة. لكن لوقت قصير قررت مغادرة إيران بشكل نهائي والاستقرار بباريس. تنتهي حكاية الطفولة والشباب هنا لتبدأ حكاية المنع. الحكاية الثانية حكاية الرواية الممنوعة. تعرفت مارجان على الكوميدي والرسام الفرنسي ديفيد الذي اقترح عليها أن تروي طفولتها وشبابها في إيران، وهكذا ولدت رواية بروسوبوليس الجرافيكية، وهي عبارة عن سيرة ذاتية في اللحظات الأخيرة من حكم الشاب، حيث الحياة تعرف بصعوبة العيش فيها في ظل دولة تيوقراطية ودينية بالطرق المختلفة للعيش في حياة تفرض رقابة على الأنفاس، حيث تحولت الثورة والجيران إلى نوع من الوصاية المطلقة، فالخوف يدق جميع الأبواب. الرواية كتبت في سياق تاريخي يمتد ما بين 1980 إلى 1990 قبيل انهيار جدار برلين. الحكاية الثالثة الرواية الممنوعة والشهرة. حققت رواية بروسيبوليس الممنوعة في إيران والتي قدمت في 4 أجزاء نجاحا منقطع النظير، نجاحا نقديا وإعلاميا وتجاريا كبيرا، وشهرة للكاتبة لم تكن تحلم بها، وفتحت لها من طبيعة الحال آفاقا واسعة. ترجمت الرواية إلى العديد من اللغات في كل بقاع العالم إلا داخل إيران، ظلت ممنوعة إلى هذا اليوم لجرأتها في استعراض الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمواطن الإيراني المقهور والمغلوب على أمره. دعت من هذه الرواية داخل فرنسا لوحدها أزيد من 1,000,000 نسخة، وحققت هذه الرواية شهرة منقطعة النظير للكاتبة، ومكنتها في الاستمرار في مجال السينما،
وتحولت الرواية إلى فيلم سينمائي بنفس العنوان، نال جوائز هامة داخل فرنسا وخارجها. وفي سنة 2003 أنجزت الكاتبة مارجان سترابي رواية جديدة بعنوان التطريز، عما تعانيه النساء الإيرانيات في ظل نظام يحبس الأنفاس. ثم أقدمت على عمل روائي ثالث بعنوان دجاج مع الخوخ عام 2006. انتقلت الكاتبة إلى الإخراج السينمائي ابتداء من 2011 لتنجز مجموعة من الأفلام، منها فيلم الأصوات عام 2014، وبعدها فيلم راديو أكتيف عام 2019 عن السيرة الذاتية للعالمة ماريو سكودو فيسكا كودي، وهي شخصية بولندية، وهي أول امرأة تحصل على جائزتي نوبل في تخصصات مختلفة، الفيزياء والكيمياء، وهي أول امرأة كذلك تشغل منصب أستاذة في جامعة باريس الدائعة الشهرة. خلاصة القول، تقدم رواية بروفيبوليس الممنوعة فكرة عن القمع والديكتاتورية والتسلط وخنق الحريات الفردية وخنق الإبداع، لكنها تقدم من جانب آخر رحلة كاتبة في طريق شهرتها أو في الطريق نحو الشهرة العالمية برواية ممنوعة تحملها بين يديها. نأتي على نهاية هذه الحلقة، كان معكم عبد الله الساورة، إلى حلقة جديدة، أسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.